هعمل لكم حلو الفراولة بكريمة الفستق. حلو الفواكه بقى عشان أنا عاملة نوعين فواكه، عندنا فراولة، عندنا عنب أحمر، عندنا كريمة فستق، عندي كريمة كمان خفق، وعندي شوية ميبل سيرب. طيب حلوة، سهل وسريع جدا بجد، ومختلف وفي نفس الوقت يعتبر مغذي للأولاد جدا، ومختلف عن الفروت سالاد اللي بنعملها العادية. أول حاجة عايزين نعملها إن إحنا هنقطع الفاكهة مع بعض، هنقطع الفراولة علشان تشرب من الصوص لما ينزل عليها. هقطع كمية الفراولة اللي عندي، لو عندكم كمان توت يبقى حلو قوي معاهم، أي أنواع فواكه برية تبقى حلوة مع الطبق ده، عشان بتبقى الفواكه دي شوية حادقة، والحلو بتاع كريمة الفستق وميبل سيرب وكده هيبقى حلو حلو يعني. ف مش محتاجين ساعتها بقى تعملوا مثلا فراولة بالسكر، دي أفيد وطعمها أحلى بكتير. الفراولة دلوقتي موجودة عندنا، السيزن بتاعها، لان احنا مش حاطين حاجه سايله فيها. خلاص كده كميه الفراوله، هنزل عليها العنب، نقلبهم مع بعض. كده الفاكهه بتاعتنا جاهزه، تعالوا بقى نعمل الكريمه بزبدة الفستق. هنزل أول حاجة الكريمة اللي عندي، هنضربها شوية، بتاعتي كده جاهزة. عايزين بقى نزود عليها زبدة الفستق وشوية ميبل سيرب. نحط كمان شوية ميبل سيرب عشان يدينا السكر اللي احنا محتاجينه في الطبق. هنضربهم مع بعض. دي خلاص كده جاهزة، ريحتها خطيرة، ريحة الفستق فيها باين جدا. هنجيب بقى طبق التقديم، هننزل فيه الفاكهة اللي عندنا كلها، وهننزل فوقيها طبقة الكريمة اللي بالفستق. تعالوا بقى نحط شوية فستق على الوش.